لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة انطلق ضيوف الرحمن من حجاج بعثة الحج العسكرية للوقوف على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. يقف حجاج بعثة الحج العسكرية مع إخوانهم حجاج بيت الله الحرام هذه الوقفة الإيمانية المباركة، حيث وصل حجاج بعثة الحج العسكرية إلى مخيم عرفات وكلهم بسلامة ويسر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يقف حجاج بعثة الحج العسكرية مع إخوانهم في جو إيماني تحفهم السكينة والرحمة ويغشى قلوبهم الإيمان. يقف حجاج بعثة حج العسكرية مع إخوانهم العمانيين ومع بقية أخوانهم من أقطار العالم في هذا اليوم، اليوم المشهود الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يغفر لعباده. ضيوف الرحمن من حجاج بعثة الحج العسكرية يقفون وقفة عرفة وألسنتهم تلهج بالدعاء، مستشعرين روحانية العبادة وعظمة وحدانية الله، رافعين كف الدعاء لله جل جلاله، سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة، خاصين وطنهم بالدعاء بأن يحفظ الله سلطنة عمان وقائدها وشعبها الوفي. الحمد لله رب العالمين، وقفنا ها هنا مع أخواننا حجاج بيت الله الحرام في بعثة الحج العسكرية. جعل الله إن شاء الله حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. حجاج بعثة الحج العسكرية وبعد نفرتهم من مشعر عرفات سيتجهون إلى مشعر مزدلفة، وألسنتهم تلهج بالذكر، مهللين مكبرين، متضرعين إلى الله عز وجل، راجين منه العفو والغفران. من مشعر عرفات الطاهر النقيب بدر بن حمود النعبي.